هي الزحمه دي ليه يا اسطى؟ تقريبا كده ماتش المنتخب النهارده يا اسطى. هي بطوله كاس العالم ولا افريقيا؟ كاس العالم ايه؟ كاس العالم طلعنا منه، دي افريقيا. تصفيات كاس العالم كمان سنتين اصلا، هنطلع برضه من افريقيا. ده معانا نيجيريا وفرقتين تقال قوي. معانا بقول لك يا حاج، احنا ممكن نلعب ماتش 100 100 قدام نيجيريا لو لعبنا هجوم. نيجيريا مين يا حماده اللي احنا نكسبها لو لعبنا هجوم؟ ولا اتكلم عيد الادب حماده. انا رايي ان الخطه تبقى 5 خط وسط. ازاي يعني؟ ما احنا المفروض نلعب 5 دفاع. يا جدعان نيجيريا مش معانا اصلا في المجموعه. ازاي يعني؟ دي خطه انت ما بتفهمش حاجه يا جماعه. انت هتخانوا عشان ماتش كوره، اتخانوا عشان حاجه عدله. شوفوا منتخب اليد واللي حصل له. يد ايه ده؟ احنا السابع على العالم في اليد. علم عدل الزل على جنب. سامعين؟ اتخانقوا عشان نجيبك اسمتنا. خلاص يا جدعان بقى، الطريق فتح اهو. طلعت حادثه. ايه ده؟ في حادثه؟ طب ما كان من الاول يا جماعه. ماتش ايه بقى؟ على العموم لو عايز تعرف الخبر الصح نزل ابلكيشن يا خبر، واعرف الخبر الصح من المضروب. يا خبر، أخبار تتصدق.